لما منحب ننطر كلمة حلوة من الحبيب، لما منشتاق ننطر اللي منشتاق له ما يغيب، لما منحب ننطر كلمة حلوة من الحبيب، لما منشتاق ننطر اللي منشتاق له ما يغيب، منبقى منطر كيش جديد ومنطر ايام العيد، واللي راحوا عنا بعيد منقضي العمر عم ننطر، منبقى منطر كيش جديد ومنطر ايام العيد، واللي راحوا عنا بعيد منقضي العمر عم ننطر. بتعدي كأنها سنين، بتفرق بالقلب الدقات خوف وقلق وشوق وحنين، بتمرق بالعمر لحظات بتعدي كأنها سنين، بتفرق بالقلب الدقات خوف وقلق وشوق وحنين، منبقى مننطر كل شي جديد ومننطر ايام العيد، واللي راحوا عنا بعيد منقضي العمر عم ننطر، نبقى مننطر كل شي جديد ومننطر ايام العيد، واللي راحوا عنا بعيد منقضي العمر عم ننطر. لما منحب مننطر كلمة حلوة من الحبيب، لما منشتاق مننطر اللي منشتاق له ما يغيبه، لما منحب مننطر كلمة حلوة من الحبيب، لما منشتاق مننطر اللي منشتاق له ما يغيبه.
مرحبا. أهلين، فيني أقعد؟ تفضلي. قديش الساعة؟ ليش موبايلك مو معك؟ شوفي موبايلك. لا معي موبايل بس ما لزبط الساعة فيه. عم تستني حدا؟ لا ما استنى حدا، بس تعبانة عم ريح شوي. لكن ليش عم تسألي عن الساعة؟ انت كل يوم تجي لهون؟ لا انا بيجي لهون كل سنة. كيف؟ بيجي لهون مشان انعش القلب ونعش الذاكرة. بيجي بقعد شوي بعدين. طب ليش؟ هي قصة طويلة طويلة كتير. طب فيك تحكي لي؟ ليش معك وقت؟ مو كتير بس يمكن يجي. انت طالبة جامعة؟ ايه. شو الفرع اللي بتدرسيه؟ انا سنة ثالثة ادب انجليزي. ما شاء الله، اختصاص حلو، اتمنى لك التوفيق والنجاح. شكرا. يا سلام، شي حلو. شو هو اللي حلو؟ لانه معظم البنات بيقولوا ميرسي، اما انت قلتي شكرا. تعرف شو؟ شو؟ بين عليك رجل مثقف، فهمان، يعني بنوثق فيه. بس هيك عم تبالغي ما؟ طالما بنوثق فيني احكي لي مين هذا اللي بيجي وعم تستنيه؟ ما حدا. ما حدا؟ طالما قلتي عني هالحكي ونحن اثنين ما بنعرف بعض، لازم تحكي لي، ممكن ما نشوف بعض مرة ثانية. يلي حكي لك يا هلا بده يضل سر بيناتنا كثير. اكيد، لأنه أنا ما بعرف اسمي، أنت ما بتعرفي اسمي، أنا ما بعرف عنواني، أنت ما بتعرفي عنواني، بقى أكيد رح يتم سر بيناتنا. أنا اسمي ريم. لا تكمل، مو ضروري. مو ضروري نعرف الأسماء مشان الثقة. بصراحة أنا مو عادي شكون. العمى شو قليل أدب. ليش بقى؟ معقولة يترك بنت حلوة وناعمة وظريفة تستناه يتأخر عليها؟ بس على فكرة هو كثير طيب و بحبك. تدرسي انت وياه بنفس الكلية؟ لا. هو السنة الماضية تخرج من كلية العلوم. بس باين انه هذا الموعد مختلف عن اي موعد سابق. شو عرفك؟ خبرة. مارق بتجارب كتير؟ فيك تقولي تقريبا. شي جميل، صلكن زمان تعرفوا بعض؟ ايه صرنا بنعرف بعض شي سنة ونص، بس انه هيك بنروح بنقعد بأماكن عامة ونتمشى وهيك بس. نعم مفهوم. حبيته كتير، هو حبني كتير، كان يطير عقلنا ببعض لما نجتمع. خلص انه هاد كل شي بدنا اياه، نكون مع بعض وبس، مبسوطين عم نضحك بنروح ونجي ونتمشى. كان يغار علي كتير من البكة اللي بحطها على شعري اوقات. اذا بدك انا كمان كنت غار عليه، بس بعدين قلنا خلص. بس وبعدين مستقبلنا شو وضعه هلا؟ حنكفي مع بعض ولا لا؟ حنقدر؟ بس شكلنا كنا ما رح نقدر، لانه ما كنا عم نفكر صح. صرنا نخطط شو لازم نعمل، مجتمعي شو بدي اعمل فيه، اهلي شو بدنا نعمل فيه، هي العالم كلها اللي ما عم تتقبلنا شو حلنا، هي المصاعب اللي ما إلها نهاية مع ولا حدا هلا بده يصير بهذا المكان وبهذا المجتمع. قررنا نجتمع، خانقنا، رجعنا تصالحنا. آخر مرة تلاقينا قررنا نحكي كل شي بصراحة ونتناقش. قام تخانقنا كتير. ومين اللي اتصل بالتاني وحدد الموعد؟ بصراحة
أنا اللي اتصلت فيه، بس هو حدد الموعد. يعني بكم تلتقوا هالمرة مشان تتخانقوا أو تتصالحوا؟ لا هيك ولا هيك. شو إجا؟ ما بعرف، شكله هو. طيب ليش ما إجا لهون؟ يمكن فكرك حدا من أهلي فما حد يجي. شو راح؟ لا بس طلع واحد بيشبه. ما قلتي لي شو قررتوا تحكوا بهالموعد واللي لسه ما صار؟ لما حكينا انا وياه على الموبايل كنت عم خبره هذا الشيء، كنت عم اقول له انه انا مالي بنت عاديه، مالي اي بنت، عندي كرامتي وحقي وكل هدول المواضيع، يعني مالي شو ما كان. فهمته انه انا مستحيل اعمل شيء يزعج اهلي او ياسي الشيء اللي هن بيحبوه وبيريدوه. منيح لي فهمتي هالشي. تعرف شو؟ نحن اتفقنا اليوم انه نتلاقى مشان نفكر شو لازم نعمل بعلاقتنا. معناتها ما رح تلتقوا بنور؟ ليش؟ احساس. انا ما بظن، متأكدة انه رح يجي. ولا مرة حسيت عم يكذب علي او ما بيحبني. إذا ما إجا بيكون ما بيحبك. رح يجي. قلك شغلة، القرارات المهمة بحياتك لازم أنت بس تاخديها، ما تخلي حدا ياخد لك قرار مين ما كان يكون بحياتك. أنت عم تحكي صح. مو المهم اللي أنا عم بحكيه يكون صح، المهم اللي انت بتقرري تساويه يكون صح. استاذي شو بتحب تشرب؟ تشربي شيء؟ قهوة؟ اوكي. طيب واحد قهوة واحد شاي. تطلع عينك استاذ. يا هلا. ايه؟ طيب انت ما قلت لي، ليش كل سنة بتجي مرة لهون؟ تطلع تفضل استاذ. يسلموا ايديك، شكرا. تفضلي. شكرا. بيجي لعندك هلا. عندك وقت احكي لك؟ احكي لك. طيب وإذا إجا الشاب اللي ما وعدتي؟ إذا إجا الشاب اللي ما وعدته بعدك إنه نتلاقى مرة ثانية وأحكي لك. من زمان كثير كنت بالجامعة وكان معي وحدة بنفس الكلمة. كنت دائما أنا وياها نتناقر نتخانق، مرة على كرسي بالمحاضرة، مرة على الطاولة بالكافتيريا. يعني كنا دائما نتخانق بدون اي سبب. ما بعرف ليش كانت تجاكرني وجاكره، لا مو بس هيك، تلاوقني ولاوقها مثل اولاد الصغار. فجأة صرنا معجبين ببعض، صرنا نغار على بعض، نقعد نستنى امتى تخلص المحاضرة مشان نشوف بعض. كان في عنا شلة بالجامعة نقعد مع بعضنا، نقعد أنا وياها، عيوني تروح مباشرة على عيوني بدون ما نحكي ولا كلمة، كنا نحكي بس بالعيون. نقعد أنا وياها نطلع ببعض، ننسى كل شي حوالينا، حتى الشلة شو كانوا يحكوا شو كانوا يمزحوا. نحن ولا هون، نحن كنا سارحين بدنيا تانية غير هالدنيا. وبعدين صالحتوا؟ اجتمعتوا بمكان لحالكم يعني؟
أول مرة تقابلت أنا وياها بهذا المكان هون، وقعدت أنا وياها هون على نفس الكرسي هذا اللي قاعد أنا وياك يعني. وبنفس اليوم ما؟ بنفس التوقيت. كنا دائما نذكر بعضنا بهالشيء. كنا نروح ونجي نستنى الفرصة بين المحاضرات منشان نشوف بعضنا. وأحيانا كثيرة ما كنا نحضر محاضرات منشان نقعد مع بعض ونحكي. صرنا نكذب على أهالينا نقول لهم عنا محاضرة وما يكون عنا محاضرة، بس منشان أقعد أنا وياها أقعد أسمع ضحكتها. كانت تضحك. كانت تنزل لي دموعي من الضحك. آخ شو كانت حلوة ضحكتها. كانت ضحكتها حلوة مثلها. يعني انتو ولا مرة تخانقتوا؟ لا كنا نتخانق. كنا نتخانق باليوم أكثر من 200 مرة مشان نرجع نتصالح 200 مرة. كنا مثل اثنين عشاء بيحبوا بعض كتير وبيضحوا مشان بعض كتير. ما كان في بيناتكم أحاديث جدية يعني؟ كان في بيناتنا كل أنواع الأحاديث. كنا نحكي عن علاقتنا، عن مستقبلنا وحياتنا. كنا نحكي عن كل شيء، عن الفن، عن الثقافة، عن الأغاني، عن الأحلام، عن الورد. حكينا عن الأطفال. كانت أحاديثنا كتير حلوة حلوة مثلها. كانت حلوة؟ كانت حلوة بالنسبة إلي. إذا كانت فرحانة أو زعلانة بنشوفها حلوة بأي شكل من الأشكال. كنت دائما نشوفها حلوة حتى لو كانت مرضانة أو ما فيها شيء، مبتسمة حزينة دائما نشوفها حلوة. يا الله شو كانت حلوة نيالة. طيب انتوا ما اتفقتوا انت بتكون تشوفوا بعض وقتها مشان تتفقوا على مستقبل علاقتكم؟ طبعا. ويوم اللي حددنا فيه الموعد مشان نقعد ونحكي بعلاقتنا ومستقبل علاقتنا وكيف لازم نروح نحكي مع اهلا بهذا اليوم ما اجت. كيف؟ شلون ما اجت؟ عرفت بعدين ولا ما عرفت؟ لما ما اجت ضايقت كتير. كنت رح طق. لا كنت رح موت. قعدت هون استنيتها 3 ساعات. طلع على الباب هلأ بتجي هلأ بتجي وما اجت. قمت ركضت لأقرب محل في تليفون لأنه بمعلومك بهداك الوقت ما كان في موبايلات، ورحت اتصلت فيها ما حدا رد. استنيت بعد شوي اتصلت مره تانيه ثالثه رابعه كمان ما حدا رد. قلت لحالي خلاص بكره الصبح بتشوفها بالجامعه، بس قلت بكره بعيد بدي شوفها. قلت روح لعندها على البيت دق الباب، بس قلت لا خفت اعمل لها مشكله مع اهلها او ينزعجوا او يصير شيء. قلت لا يا ولد خليها لبكره على الجامعه. وتاني يوم رحت على الجامعه من الصبح بكي قبل المحاضره. أول ما فتحت باب الجامعة ركضت وفتت استنيتها. استنيت
صار موعد المحاضرة وما اجت، ما فت على المحاضرة، فضلت برا استناها، استنيت طول النهار وراحوا كل الطلاب، ولقيت على الباب واقف على امل انه تجي وما اجت. وشو سويت؟ رحت استنيت بجنب البناية تبع بيتهم، قعدت استنى استنى، بركي بتطلع بركي بتمر بركي بشوفها، مع اني طلعت على البلكون تبعهم لقيت الاباجورات كلها مسكرة، استنيت استنى. بعد شوي طلعت بنتي البلكون اللي فوقهم، صارت تناديه، طلعت فيها صارت تأشر لي انه هي مو هون، انه راحت مع اهلها، بس انا ما عرفت لوين راح. لازم اعرف مين هي؟ جارتهم، وحدة بنت من عمرها، صارت تأشر لي. طيب وما عرفت لوين؟ لا، لأنه فاتت بسرعة على بيتها، حسيت الدنيا عم تفتل فيني، ما خليت طريقة إلا ما دورت عليها، عجزت، وخصوصا إن ما بعرف حدا من أهلها ولا من عيلتها. شفت واحدة من الشلة من رفقاتي، ترجيتها تروح لعندها على البيت، راحت ما لقيت حدا، جد ترجيتها تروح تسأل الجيران، تروح على جيرانها وتسألهم. لما رجعت قالت لي سافرت على بيروت. ولحقت على بيروت؟ يا ريت كنت بقدر، لأنه الحرب الأهلية كانت مولعة بلبنان، وبعدين خفت رفيقتها تكون كذابة وبس؟ طبعا لا، صرت امشي بالشارع مثل المجنون، روح لقدام بناية بيتها، اقعد استنى واستنى واستنى، يجي لهون اقعد واستنى واستنى واستنى، ما عاد نمت الليل، لا عاد لي نفس اكل ولا اشرب، مرضت مرضت وانا عم بستناها وعم فكر فيها، لبعد شهر ونص. بعد شهر ونص جتني منها رسالة. حبيبي، إحداهن وشت بنا، جعلت والدي يغضبان، لقد أجبروني على السفر معهما إلى عائلة أختي في أمريكا، أعدت للسفر دون أن يخبرونني، بعدما حرموني من الذهاب إلى الجامعة، حاولت الاتصال بك، لم أستطيع، فوجئت بموعد الرحلة السريعة جداً، وهددوني بقتلك وإن لم أزعن لهما. المهم أنا بخير، أنت كيف حالك حبيبي؟ أحبك أحبك أحبك، وسأبقى أحبك إلى الأبد. يوما ما سأهرب من أمريكا وآتي إليك، إلى مكان لقائنا الأول لوحدنا. ما أطلبه منك أن تعيش حياتك، كن سعيداً أرجوك، وزور المكان الذي جمعنا لوحدنا أول مرة. أحبك مرتين، الأولى وأنا معك، والثانية وأنا لست معك إلا بالروح، لن يفرقنا إنسان.
راسلت عدة مرات على العنوان المكتوب على الظرف وبالبريد المستعجل كمان. عظيم، معناتها تابعتها؟ لا، كانت ترجع لي الرسالة ومكتوب عليها اعتذار. العنوان غلط. طب هي ولا مرة بعتت لك رسالة؟ بعد هاي الرسالة ما عاد جاني منها ولا شيء ولا رسالة. طيب يمكن أهلها كشفوها، يمكن ما عاد قدرت لا تشوف رسائلك ولا تبعت لك شيء، يمكن غيروا لها مكانها، يمكن كثير شغلات. بجوز، كل شيء ممكن، بس المهم انه هي تكون عايشه بامان وبراحتها. لهلا متذكره؟ انا متاكد، مثل ما انا متذكره هي كمان عم تتذكرني، عندي أمل نرجع نلتقي من جديد بنفس التاريخ بنفس المكان. طيب وإذا ما أجي؟ الحب الحقيقي بتبقى عايش جوانا، بيمشي بدمنا مع أحاسيسنا، بعيش معنا كل لحظات هاي الحياة الحلوة. لو بده يجي كان اجا. ايه بس هو أكلته؟ ها؟ طيب ها؟ كش ملك؟ هاي الحصان. أيوة والله يا دكتور أنت ما بنقدر عليك. شكرا. وهات هاد ها. دكتور بيسألك سؤال. سؤال؟ يعني إذا بدك ما بسأله. لك سؤال عم نتسلى. هلا نحن كلنا هيك. كلنا؟ مين نحن؟
نحن العرب. قصدك تقول العالم الثالث؟ ايوه العالم الثالث. ايه طيب والغرب؟ قصدك تقول العالم الاول. ايه ليش شو بيفرق؟ لا اني غير شكل، غير شكل بنوب عنك. ليش يعني؟ شو هني غير جلال؟ الحقيقة هني غير عقل، مسمح لهم لأنهم قوايا يلبسوا الجلد اللي بدهم اياه. ونحنا؟ انت بتعرف الشطرنج هو عبارة عن حجار، ونحنا هدول الحجار. بيقتلونا امتى ما بدهم، حتى اللاعب نفسه ممكن يضحي بالقلعة من شان يقتل وزير. وكل لاعب وقت بده ينقل حجر من مكان لمكان بيحمل الحجر من راسه، والحجر وين بده يهاجم ما بيعرف، بس اللاعب اللي بيعرف وين مكانه بأي مربع بده يحطه أو بده يزته لبرا. والله رح تجنني دكتور، لأن أنا بحاكيك من هون بحاكيني من هنيك. هلا نحن العرب شو دخلنا؟ لك شلون شو دخلنا؟ لك شلون بدي فهمك إنه نحن بالنسبة إلهم كلياتنا حجار، من البيدا للملك كلنا حجار. يعني حتى الملوك والوزراء عندهم حجار؟ طبعا اللي بيحط الملك والوزير على الرقعة هو اللي بيشيلهم منها. كل حجارة مصيرهم يمسكوا من راسهم وينحطوا مثل ما بدهم ويساووا فيه اللي بدهم اياه، بس يخلص دورهم بيقيموه ليحطوا غيره او يستغنوا عنه. ايوه يعني قصدك انه شلون يعني بيعملوهم من روسهم للحجار، ولا بيعملونا نحن من روسنا؟ وشلون بيخلوا الحجار يتقاتلوا؟ مين شلون يعني؟ قصدك يقتلونا، نحن السبب، نحن السبب، نحن اللي خليناهم من راسنا يمسكونا. تعرف كيف؟ مجرد انه نقعد نتفرج على التلفزيون 10 ساعات تركي هندي مصارعة ونقعد ونصدقهم ونصدقهم بدون ما نفكر، ولما نثق فيهم لعبتهم بيعملونا. ايه طالما هن يعني متحكمين فينا لهالدرجة، يعني ياخذونا ويجيبونا وبيحركونا وإذا بدهم بيقتلونا. أبدا ما رح يغلبونا. تعرف ليش؟ لأنهم مو هن اللي خلقونا، ومنشان هيك نحن لازم نعرف نحن شو. بسم الله الرحمن الرحيم، رعبتيني. وليه؟ على شو عم تطلعي؟
روحي شوفي هالشوفه. شوفي في مين هاي البنت الصغيره اللي عم تشتغل هون؟ قصدك نهاد؟ لك ايه نهاد، هي شو عم يشغل هون؟ ليش من هلا عم تشتغل هون؟ ابوها جابها تشتغل هون. شو عم تحكي انت؟ مثل ما عم اقول لك ابوها جابها تشتغل هون. شوفي ابوها اللي جابها؟ لعم على هالقصه. ايه ابوها اللي جابها. شوفي شو اللي زعجك؟ لك شو اللي زعجني؟ ما بصير بنت صغيره مثلها تشتغل هلا. يا لطيف شو بصير اذا اشتغلت وساعدت ابوها؟ لك تضربي على هالمنطق تبعك وعلى هالسان. انا عم اقول لك انه بنت صغيره ما لازم تشتغل من هلا، لساتها صغيره. ها صغيره؟ عمرها 15 سنه حبيبتي، ما بصير لها شيء. هلا 15 سنه وما انا صغيره؟ يا حرام عليكي. سويتي؟ نعم. انا لما اشتغلت كنت اصغر منها بسنتين ثلاثه لما ابوي دارني على الشغل، وما صار لي شيء. ليكني مثل الورده. قصدك قولي انك مثل القرده، كنتي وانتي صغيره مثل القرده. انا متاكده. روحي يا مثل القرده مثل الورده. ما صار لي شيء. ليكي ما احكي. عين الله عليك. ها شلون ما رح يصير لها شيء؟ حبيبتي ما فيها شيء القصه، يعني اذا اشتغلت وساعدت ابوها ما بيصير لها شيء. ساعدت ابوها؟ ايه ساعدت ابوها. شو بيصير لها يعني؟ مبينته فقير وطفران. ليش ابوها شو بيشتغل؟ لك انا شو عرفني شو بيشتغل؟ شفته جايبه، لا حكيته ولا حكاني، لا سالته ولا سالني. انا ما عم لك اذا شفتيه ولا ما شفتيه، وما عم بسالك اذا فقير ولا غني، انا عم بحكي عن وضعه الصحي كيف هو. حبيبتي ابوها كثير وضعه منيح، مثل الحيط. ها مثل الحيط، يعني لا ناقصه ايد ولا ناقصه رجل ولا عنده عاهة، بيقدر يمشي على رجليه ويشتغل مثل كل هالناس ولا لا؟ حبيبتي ما عنده عاهة وسليم ومعافى، بس جاب بنته مشان تساعده. لك ما بصير ما بصير يا حبيبتي، ما بدك تفهمي علي. انا عم اقول لك انه ما بصير البنت الصغيره او الولد الصغير يشتغلوا بهيك عمر. ما فهمت عليك سويتي، شو قصدك يعني؟ والله انت شكله مخك لازم له نفضه ونفضه. ها هاتي لنشوف ست سويتي ليش بده نفضه مخي. لانه ما عم تفهمي علي، صرت عايدة الجملة مليون مرة، وأنا عم قلك ما بيصير الأولاد الصغار والبنات يشتغلوا وخصوصا بهيك أماكن. شو رح يصير لهم يعني؟ هلا إذا اشتغلت وطلعت لها كم ليرة، شو بيصير عليها؟ بدي أسألك سؤال، أنتِ لما كنتي تشتغلي وأنتِ صغيرة كنتِ مبسوطة؟ بدك تدغري؟ إي طبعاً بدي تدغري. لا ما كنت مبسوطة. وليش ما كنتي مبسوطة؟ ما كنتي تطلعي مصاري، ما كنتي تحلمي فيها؟ سويتي نعم. انا لما كنت اشتغل كنت ارجع هلكانه من الشغل وارفع ايدي ورجلي. ليش شو كنتي تشتغلي حبيبتي؟ كنت اشتغل بعمل خياطه. كنتي تخيطي ثياب؟ لا يا بعدي، كنت حويصه انقل القماش من هالقرنه لهالقرنه ومن هي لهي. حويصه. حبه حويصه. كنتي تتعبي ما؟ لك انا كنت ارجع لك مو تعبانه هلكاني فطساني، بس بدي حط راسي على المخدة ونام. ان شاء الله نومه بلا قومه يا نانا. وشو كمان كنتي تحسي؟ يعني شو كنت تحس؟ كنت لما ارجع هيك على الحاره وشوف رفقاتي شو كنت اشتاق العب معهم. وغيره لك انا كنت اشتاق لدراستي. انا مو تركت الدراسه ها وماني كسلانه، بس ابوي اللي دارني على الشغل وبطلني. ها شفتي؟ يعني كنتي محرومة من كتير شغلات، من الدراسة، من اللعب مع رفقاتك، من المشاوير، من النطوطة، من اللعب بالحبلة، كنتي محرومة كمان من الحياة. أي مو بس هيك حبيبتي، كمان تعرضت لكتير شغلات من الرجال. ولا شو تعرضتي من الرجال؟ سويتي بدك تجي تبيعي علي هلأ؟ ما بتعرفي الرجال شو بيعملوا مع بنت صغيرة مثلي؟ يا لا تقولي لي كانوا يتحركشوا فيكي. اي حبيبتي كانوا يتحركشوا فيني، شي لمسه غمزه همسه على اساس عم بيلعبوني. شفتي ليش انا ماني مع انه بنت صغيره او ولد صغير يشتغلوا هن صغار؟ سويتي نعم. انت ما اشتغلتي لما كنت صغيره؟ ايه اشتغلت. يعني قصدي ما كانوا يتحركشوا فيكي ولا بلا كانوا. شفتي انا مشان هيك ماني مع انه ولد صغير او بنت صغيره كمان يشتغلوا. كمان الصبي؟ حبيبتي الواطي ما بيفرق بين الصبي وبين البنت.
سويتي معك حق باللي عم تحكي، بس إذا أبوها موافق يشغلها وصاحب المحل عم يعطيها قروش، إيه شو يعني نسكت؟ ها شو بدك يانا نحكي يعني؟ إيه والله مصيبة، إذا بدنا نضل ساكتين رح يضيع مستقبلها مثل ما ضاع مستقبلنا. حبيبتي ليش هو من وين ضاع مستقبلنا غير من ورا أهالينا؟ قلي لي وأهلها موافقين يشغلوها، بقى شو دخلنا نحنا؟ إلا ما يجي يوم يتغير كل شي عليها وعلينا. والله مصيبة إذا بدنا نشوف الغلط بعيننا وقدامنا عم يصير وما نعمل شي ونضل ساكتين. ها ليش شو فيكي تحكي سويتي خانم؟ قلي لي شو فيكي تحكي؟ حبيبتي علينا بحالنا، المهم نسافر ونظبط سفرتنا، بلكي نشوف ناس هنيك أحسن من اللي هون. صحيح على سيرة السفر، لازم بكرة نحن نروح على السفارة ونشوف إذا أجت الموافقة ولا لا، ولا ما بده الناس مثلنا تكون عندهم؟ إيه مزبوط معك حق.